أعزائي المشاهدين، أرحب فيكم بالمضمار أحمد سليمان القشدال لألعاب القوة لمعرفة آخر استعدادات وتحضيرات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام في الكويت. خلكم معنا في هذه الجولة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنتهز هذه المناسبة الطيبة والتجمع الرياضي الخليجي الكبير لنرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين على رعاية واحتضان دورة الألعاب الخليجية الثالثة وتسخير كافة الإمكانيات لأنجاحها، آملين أن تعكس هذه الدورة المستوى المميز والراقي التي وصلت إليها ألعاب القوى الخليجية، وأن تكون بمثابة محطة مهمة لجني ثمار الجهود الطيبة التي تبذلها لجان واتحادات ألعاب القوى بدول مجلس التعاون للنهوض والارتقاء باللعبة، مثمنا الدور الرائع والمميز التي تقوم به الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية. تمنياتي بالتوفيق للجميع إن شاء الله. فهد يعطيك العافية. فهد، كلمني اليوم عن استعدادات المنتخب الوطني لدورة الألعاب الخليجية الثالثة راح تقام إن شاء الله في الكويت. والله الحمد لله، احنا استعداداتنا ان شاء الله يعني هي كانت باديه من زمان، يعني الدوره تاجلت واحنا كنا قاعدين نستعد لها، ولكن هم يعني كانت من صالح لاعبينا اساس انها طول فتره الاعداد. ومثل ما انت عارف هذه بطولات الخليج او دورات الخليج هذا عرس خليجي، يعني احنا نستانس لما تكون عندنا دوره بالكويت او باي دوله خليجيه، هذا بس انه شنو يكون يعني يلم شبابنا مع بعض والفتنا وتعارف على بعض، ومثل ما قلت لك هو بالتالي يعني منافسات تكون حبيه لنا كدول مجلس التعاون. العافيه. سجى كلبيلي عن استعداداتك لبطوله الدور الخليجيه المقام في الكويت. الاستعدادات كانت الحمد لله، يعني استعدينا بشكل كافي وتدربنا الحمد لله وكل شيء كان تمام. شنو طموحك في البطوله ان شاء الله؟ ان شاء الله يكون عند حسن ظن الجميع وان شاء الله ميداليات ذهبيه. شلون شفتي الاستقبال والتنظيم في دوله الكويت؟ ان شاء الله كان يعني التنظيم وكل شيء واستقبالهم كان يعني تمام الحمد لله. أعزائي المشاهدين، وصلنا معاكم لنهاية جولتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله مستمرين معاكم في جولات أخرى لدورة الألعاب الخليجية التي تقام في الكويت.